سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أفضل يحمل النور المسطر واكتب الله أكبر يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نجدد بكم التحية في هذا المساء على الهواء مباشرة في احتفالنا في هذه الليلة الغالية على قلوب السعوديين والمحبين لهذا البلد، اليوم الوطني السعودي للمملكة العربية السعودية. تطل علينا الذكرى 89 لتوحيد هذه البلد الطاهرة وتحمل معها عبق الماضي الجميل وإطلالات المستقبل الواعد في ظل حنكة قيادتنا الرشيدة، وكم تقف الكلمات حائرة والبلاغة عاجزة لوصف وطن احتضن قبلة المسلمين، وطن طهرته الرسالات السماوية وأجنحة الملائكة، واستجاب الله تعالى فيه لدعوة نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لقد تشرفت هذه البلاد الطاهرة بخدمة الحرمين الشريفين على يد حكامها وقاداتها أجمعين، وإننا إذ نحتفل باليوم الوطني 89 تحت شعار همة حتى القمة، فإننا نستذكر سويا بطولات وملاحم القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي أرسى معالم هذه النهضة ثم سار على خطاه أبناءه البررة. وهذه الذكرى 89 تستوقفنا كثيرا ونحن نشاهد الإنجازات العظيمة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، ونشهد النقلة النوعية الكبيرة في مختلف القطاعات والرؤية المباركة 2030 التي أولاها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله كل الرعاية والاهتمام. احتفالية جميلة بإذن الله، ونذكركم بإمكانية المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، إن كان على تويتر هاشتاج اقرأ تحتفل بالوطن، أو على البث المباشر لفيسبوك، واللي إن شاء الله راح نقرأ التهاني ونقرأ أيضا التعليقات الخاصة بكم. رولا كيف حالك في اليوم؟ الحمد لله تمام، يعني أنا اليوم متحمسة، أمس شفت يعني الناس جدا مبتهجة، الناس جدا سعيدين، وحقيقة كنت بقول الناس بتحتفل من يوم الخميس مو اليوم. أكيد بالضبط، وكان أمس ما شاء الله الواحد لما رجع كانت الشوارع مكتظة، وما شاء الله الناس مبسوطة بالفعاليات اللي موجودة، اللي حقيقة ما بقول فاتتنا عشان أنا في الاستوديو، لكن إحنا الحلو في الموضوع أننا هنشوف كل الفعاليات بتواجدنا هنا والتغطيات اللي بتقوم بها قناة اقرأ الفضائية. أكيد بإذن الله. وطبعا من منطلق مشاهدينا الرؤية الوطنية كانت الانطلاقة والبداية الرامية إلى إرساء دعم الاقتصاد السعودي في تنويع الموارد وتطوير القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المشاريع العملاقة، من بينها مشروع القدية، تلك المدينة الواقعة على أطراف العاصمة. خلونا نتابع التقرير مع بعض. تمتاز منطقة القدية الواقعة بالقرب من العاصمة السعودية الرياض بالعديد من الميزات الطبيعية والتضاريس الآسرة كالأودية والجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 200 متر وإطلالة على المساحات الصحراوية الشاسعة، مما جعلها تحظى بأحد أكبر المبادرات الاستثمارية والداعمة لرؤية المملكة في تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات الخدمات العامة، والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 8 إبريل، ودشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم، وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. يتم بناء مشروع القدية
على مسافة تبلغ 40 كيلومترا من وسط الرياض، وتصميمه على 5 قطاعات متنوعة، وهي قطاع المنتزهات والوجهات الترفيهية، وقطاع الرياضة والصحة، والذي يوفر برامج ومرافق رياضية، فضلاً عن البنية التحتية المؤهلة لاستضافة المسابقات الدولية. قطاع الطبيعة والبيئة، والذي يتيح استكشاف المناطق عبر الأنشطة المرتبطة بالبيئة. قطاع الحركة والتشويق، وقطاع الفنون والثقافة، والذي يعنى بتقديم برامج فنية متنوعة كالمعارض والفعاليات الثقافية، لتصبح تلك المنطقة عاصمة للترفيه والفنون والرياضة. يعد مشروع الجدية من المشروعات الضخمة والتي ستنعكس آثارها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، حيث من المتوقع أن يوفر حوالي 25,000 وظيفة بحلول عام 2030، وأن يساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 17 مليار ريال للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير الطاقات البشرية، كما يسعى إلى استقطاب 31 مليون زائر عبر العديد من الخيارات المتنوعة. تقرير صراحة أكثر من رائع، وبيوضح لنا كثير من المناطق يعني اللي كنا نقول ما حد كان بيعرف عنها، الآن صارت ما شاء الله عليها مهرجانات وفعاليات كبيرة، وبيتم تفعيلها بشكل جدا كبير ورائع. وأنا صراحة عن نفسي أتمنى أني أنا أزورها، فبإذن الله يعني لينا جولة في هذه الأماكن بإذن الله. أكيد رولا، وهذه كانت أحد الإنجازات من موضوع الاقتصاد الخاص بصناعة مدن جديدة. وأيضا من المبادرات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في هذه اللحظات والاحتفالية، حيث ستقام فعالية سيرة مجد في اليوم الوطني للسعودية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، وستقدم في هذه الفعالية العديد من الأنشطة الموسيقية والرقصات الشعبية الوطنية عبر مشاهد تسلط الضوء على التنوع في البلاد. أما في خبرنا التالي، غادر وفد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة للمشاركة في فعالية سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني 89 بجمهورية باكستان الإسلامية في إطار المشاركات الثقافية والفنية الخارجية، حيث أكد رئيس الوفد أن المشاركة تأتي انطلاقا من مبدأ الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة، حيث تضمنت الفعالية ندوات ومحاضرات فلكلورية شعبية وأهازيج وطنية. أيضا رولا، برامج عدة حقيقة نظمتها الهيئة العامة للترفيه احتفالا باليوم الوطني السعودي 89، ولعل من أهم هذه البرامج إطلاق الهيئة وللمرة الأولى في المملكة برنامج تجارب السعودية، والذي يهدف بتجربته الفريدة من نوعها لأخذ الزوار في جولة استكشافية بمناطق المملكة 13 خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، ويضم في تفاصيله 70 برنامج معد ومتكامل بالأنشطة التي تتوافق مع مختلف الأذواق والأعمار، ورش العمل الفنية، الثقافية، المغامرات الطبيعية، الأنشطة الرياضية والزيارات التاريخية، بالإضافة للفعاليات المتنوعة والعديد من التفاصيل الأخرى المشوقة التي تعكس بأثرها وحدة وجمال هذا الوطن وتلاحم شعبه وقيادته. بالتأكيد دعما للشباب، حيث دشن أبطال العالم للحساب الذهني عماد ومعاد العمودي أوبريتهم الخاص بمناسبة اليوم الوطني بعنوان أنا وهمتي بوطني للقمة. من المنتظر أن يتم توزيع الأوبريت للعديد من الجهات التي ستقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني، حيث أن الأوبريت من كلمات جميل الحارثي وألحان رضوان محمد. جميل. وأيضا في هذا المجال رعى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومساء يوم، وأيضا بحضور الدكتور عبد الله بن عواقل السلمي رئيس النادي الأدبي، ومحمد الصباح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، ووليد بافقيه مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وأيضا الدكتور طلال أدهم بمركز أدهم للفنون، الفعالية الخاصة بجمعية الثقافة والفنون، وأيضا النادي الأدبي الثقافي بجدة، و الذي يقام بمناسبة اليوم الوطني 89. واستقبل الأمين بعروض الفلكلور الشعبية التي قدمتها فرقة جلي خاصة بجمعية الثقافة والفنون، ثم تجول على المرسم الحر الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين.
وأيضا نزولا عند السجناء، حيث كان 30 نزيلا في سجن المباحث أعدوا الأعلام والمطويات والأقمصة والقبعات، و19 من زملائهم المطلق سراحهم، حيث قاموا بتركيبها وتعليقها وتوزيعها في عدد من المرافق، حيث شارك 19 مستفيد من برنامج بناء المطلق سراحهم في رفع أكبر وأطول سارية في العالم في المحافظة، ويصل طولها إلى 37 مترا. تم إعداد وإنتاج وطباعة نحو 22 ألف مطوية وقميص وقبعة، من بينها 2000 علم تم توزيعهم. ممتاز. وأيضا في نفس المجال لكن في مجال البيئة والطبيعة، حيث شارك 89 فريق تطوعي في غرس 89 شجرة في اليوم الوطني 89، وذلك ابتهاجا باليوم الوطني 89 تحت شعار همة حتى القمة، وأن الهدف الذي نريد تحقيقه هو 1,000,000 متطوع غير ربحي يخدم الوطن وفق رؤية سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظ الله. أيضا كشفت اللجنة المنظمة لاحتفال منطقة عسير باليوم الوطني 89، حيث أوضحت اللجنة أن العرض العسكري ضم أكثر من 2,000 فرد عسكري ما بين جنود مشاة وقوات خاصة وقوات جوية، وكذلك 60 شاحنة عسكرية و3 طائرات عمودية عسكرية و12 طائرة حربية و27 طيارا سعوديا صنفوا ضمن أفضل الطيارين في العالم. وسيشهد العرض العسكري مسيرة استثنائية لقوات المارينز، بالإضافة إلى فقرة استعراض جوي يؤديها 27 طيارا سعوديا من أفضل الطيارين في العالم، بالإضافة إلى فقرة طي وحمل ورفع العلم، والتي ستتم بواسطة فريق من المظلين القادمين بالعلم من تبوك إلى أقصى الشمال في عسير، في دلالة رمزية تؤكد على ترابط أبناء الوطن كل جسد الواحد. أكيد ما شاء الله. رولا، إيش الرياضة المفضلة عندك؟ والله أنا أحب السكاي دايفنج. السكاي دايفنج كمان؟ للآخر. عشان عارف الفترة الجاية. الجزء الخاص الآن هو تحت الأعماق. في اليوم الوطني من كل عام يرفرف علم بلادي خفاقا فوق القمم، فوق الجبال وفوق المباني والأبراج، وكم نكون سعداء برؤيته مرفوعا شامخا يرفرف في السماء. ولكن هذه المرة وللعام الخامس فريق الغوص السعودي يجعلنا نرى العلم خفاقا في أعماق البحر. مبادرة صدى الأعماق والذين دائما ما يؤدون العرض السعودية ورفع العلم السعودي تحت الماء أثناء غوصهم في هذه اللحظات، يسنى أن نتحدث أكثر عن هذه التجربة بوجود الكابتن بندر عبد العزيز رجب. أهلا ومرحبا بك. الغواص اللي قام بهذه المبادرة حقيقة مع الفريق الخاص بهم. قبل أن نعرف كم عدد الفريق، كم عددكم؟ عدد الفريق مكون من 30 غواص، واللي شاركوا طبعا 15 غواص بسبب الظروف. ممتاز. وتم العمل تحت اول غوصه، بناء الستيج والتجهيزات والاعلى. كيف جت الفكره اصلا؟ الفكره جات قبل 5 سنين. قبل 5 سنين تكونت الفكره، وتمدت من 5 سنين الى يومنا هذا. وكان اخر عرض حبينا نشرككم بحكاية العارضة، نعمل فكرة العارضة تحت الموية، يعني نلبس الدقلة والتياب والأشمخة والسيوف والطبل والكلام ده كله والدف وكل شيء بالضبط. فما شاء الله اكتمل معانا المشروع، وزي ما شفت معانا كيف طلع. أنا يعني كنت بشوف التقرير صراحة، ما عرفت أنتوا كيف فضلتوا واقفين في مكانكم. يعني أنا أعرف أن الموية والمهبر طبعاً هذه بنستخدم الثقالات اللي هي الأوزان وما الأوزان عشان نقدر نحافظ على وزننا، لأنه طبعاً زي ما أنت عارف الموية والتيارات والأشياء دي بتحاول إيش ما بتخليكي ثابتة بسبب الموية زي ما أنت قلتي. فبنستعين بالأثقال والأوزان اللي بنحطها في نفس قبل ما رولا تسألك السؤال الثاني. أنت معك ما شاء الله 2 رائعين جايين كده محتفلين جاهزين. ولدي عبد العزيز. طيب نهال وعبد العزيز تعالوا. تعالوا بابا. تعالوا تفضلوا. خليه. طيب نستنى شوية بس، خلينا نطلع ال. يلا تفضل. أهلا وسهلا فيكم. قولوا السلام عليكم. أهلا بكم، يعطيكم العافية. إحنا عندنا قبل الفاصل كده على قولهم جزء بسيط نقدر نقول ايش حاب يقول الفريق حقكم بهذه المناسبه واحتفاليه اليوم. نهني القياده الكريمه والشعب السعودي، وهذا يعني اقل ما نقدر نقدمه للشعب السعودي، القياده الكريمه. ودنا نعمل اكثر من كذا، بس طبعا الظروف ما سعفتنا لا الرؤيه تحت المويه، بسبب الرؤيه كانت سيئه، لانه حاولنا تقريبا 20 يوم انه نجهز ونعمل الشيء ده، بس للاسف الرؤيه يوميا
بتخدمنا، فاضطرينا انه خلاص ما في مجال، كان يوم الجمعه وكان اخر وقت وما في يعني ما عندنا وقت اكثر من كذا، فاضطرينا نعملها والحمد لله قدرنا نعملها. اشكرك جزيل الشكر، وبوجود نهال عبد العزيز اهلا وسهلا بكم، منورين ما شاء الله وجودكم في اليوم الوطني. مشاهدينا الكرام ما زالت فقراتنا مستمره ولكن فاصل، ونعود اليكم ونترككم مع احد التهاني بمناسبه اليوم الوطني، ونعود بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك وأهنئ الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89 لإعلان توحيد المملكة العربية السعودية، وأسأل الله أن يحفظ شعبها وقائدها وأن يديم عليهم الأمن والأمان والسلام. علاء مصطفى من رومانيا. بمناسبة اليوم الوطني السعودي نحكي لكل أحبائنا وإخواننا السعوديين وبناتنا السعوديات وخواتنا كل عام وإنتوا بخير، ويا رب دائما بازدهار وتقدم، وإن شاء الله تحقيق كل الأحلام الرائدة في العالم، والسعودية دائما رائدة العالم. أخوكم الدكتور يزن عبدو. نبارك للشعب السعودي بيوم الوطني 89، نتمنين له دوام الازدهار والتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. بسم الله الرحمن الرحيم، كل التهاني والتبريكات للشعب السعودي العزيز والغالي على قلوبنا جميعا بمناسبة حلول الذكرى 89 اليوم الوطني، وكل عام وأنتم بألف خير بنصر وعزة واستقلال إن شاء الله تعالى. أهديكم مقطع إنشادي بسيط إن شاء الله، أرجو أن تقبلوه منا. سعودية سعودية، السعودية رسمت حبها بكل القلوب، السعودية سمت زينت كل الدروب، السعودية رسمت حبها بكل القلوب، السعودية سمت نورت كل الدروب، سعودية سعودية. محبكم المنشد إسماعيل القاضي. الملك سلمان ولي عهده على اليوم الوطني. شارعي المشتي والعليا يا ربي الله أكبر، يا موطني موطني المسلمين، عاش الملك للعلم وللوطن، دام عزك يا وطن. نهني سكان المملكة العربية السعودية على رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين، ونبارك لكم جميعا باليوم الوطني اللي على أرض المملكة العربية السعودية. كل عام الوطن بخير، والله يديم الأمن والأمان، وأبارك لسيدي الملك سلمان ولي عهده. نهني حكومتنا الرشيدة والملك وولي عهده في اليوم الوطني، وكل عام والوطن بخير. عدنا لكم مشاهدين الكرام لنكمل فقراتنا في هذا الاحتفال الجميل باليوم الوطني، واللي إن شاء الله راح يكون معنا العديد من الفقرات المتنوعة أنا ورولا في هذه الساعة والنصف إن شاء الله، ونبدأها بجزء ننتقل به لأحد الإنجازات حقيقة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والجهات المتواجدة حقيقة، إن كان من الناحية التقنية أو الناحية المادية، وفي نفس الوقت بما يخص الحج والعمرة. نرحب حقيقة بضيفين موجودين معنا في الاستوديو، علي الغامدي مؤسس تطبيق أرسى للحج والعمرة، وأيضا الأستاذ محمد السلمي الرئيس التنفيذي. أهلا بكم، يعطيكم العافية، منورينا معنا. بداية يعني إحنا بنشوف مجهودات جدا كبيرة وضخمة في مجال الحج، وصار التدخل الإلكتروني لابد منه سواء في تطبيقات أو في سوشيال ميديا وغيره. حضرتكم طلعتوا بفكرة أرسى، تطبيق أرسى، بس لو تكلمنا عنه أستاذ علي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء حاب انتهز هذه المناسبة ونرسل أسمايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بمناسبة اليوم الوطني، هذا اليوم المجيد، اليوم الأخضر اللي احنا قاعدين نعيشه. تطبيق أرسى يهدف إلى تحقيق صفر حالة ضياع في الحج والعمرة. اليوم باستخدام التقنية وتوظيف التقنية في قطاع الحج والعمرة نقدر نقدم خدمات أفضل جودة باستخدام هذه التقنيات. آلية عمل التطبيق؟ العمل بيعتمد على الواقع المعزز، بأنه نتيح التقنية
لتتبع الطرفين بالواقع المعزز او الاوجمنتد رياليتي، يصير الواحد يبحث عن الشخص اللي بيبحث عنه بالواقع المعزز او بكاميرا الجوال خلينا نقول. جميل. طيب خلينا ناخذ فكره اكثر، المشاهدين اتوقع شايفينه على الهواء. اتوجه لك محمد، تقنيا خليني اقول، يعني انا جالسه اتخيل كيف الواحد بيقدر بيبحث عن شخص، كان بيقول الاستاذ عن طريق الاسهم، فحسيت الموضوع يعني بالفعل يبغى له شغل في خلف الكواليس عمل. بادئا خلينا نبدا في الاسم أرسى. احنا اخذنا اسم ارسى من والجبال ارساها، واسم ارسى يعطي الاطمئنان والطمانينه، ان ترسي السفينه على الشاطئ فانت تعطيها مكان تطمئن على وجودها. تطبيق ارسى بنحاول نستخدم كل التقنيات المتقدمه اللي تساعد الحاج في المنطقه الاكثر ازدحاما انه يستطيع ان يصل الى مراده، سواء كان شخص هو معه فقده او مكان وجهه او حتى لو كانت مفقودات. حاولنا نستخدم كل التقنيات اللي ممكن تساعد وتسهل لنا هذا الجانب. انا شخصيا يعني باحث دكتوراه وعندي شهادتين ماجستير، وعملت ايضا ابحاث في هذا المجال بشكل عميق جدا، وحاولنا ان نحل هذا الجانب لانه الضياع هو اكثر شيء يمس قاصد بيت الله الحرام. فبالتالي ان نعطي له هذا الشعور انه متى ما ذهب الى بيت الله الحرام واطمئن، فاحنا حققنا نجاح من خلال هذا التطبيق. آلية العمل بكل بساطة، احنا حنتعامل مع اكثر الحجاج اللي يزوروا هذه المنطقة من اكثر من 90 دولة، 14 لغة، فسهلنا العملية فقط باستخدام كاميرا الجوال. طبعا في الخلفية يكون في عامل التقنية مفعل بشكل عالي جدا، ولكن فقط باستخدام الجوال يستطيع ان يرى ارشادات بلغته او بالاسهم الى المكان الذي يريده، اول شيء الذي فقده، او حتى لو الناس اللي هو يتبعهم ويحاول ان يلتقي فيهم في اكثر الاماكن ازدحاما. وهذا التحدي العميق اللي استطعنا ان شاء الله والحمد لله ان نصل لحل، وبسببه وفقنا الحمد لله ان نصل الى هذه المكانه من خلال هذا التطبيق. ممتاز جدا حقيقة. وأبغى أسأل سؤال الآن، أنا كنت لسه بستفسر أكثر للمشاهد، خاصة أنه في واحد معي على البث المباشر بيقول ماني فاهم كيف التقنية صارت بتخلي في موضوع 0% ضياع في الحج، وإحنا معروفين دائما بنغطي الحج في كل سنة، وهذا الموضوع جدا يعاني منه حقيقة العديد من الحملات أو حتى من العاملين ومتخصصين الناس، رجال الكشافة، شباب الكشافة، رجال الأمن، بحيث أنهم كيف يتعاملوا مع هذه النواحي، وأنتم بالعكس سهلتوا جزء كبير جدا. لكن اللي بيلفت النظر لي هنا هو كيف عملية أنه يصور بالجوال يصور نفسه، وبعدين هل في شيء ما في شيء يصور نفسه؟ إيش كيف ممكن لنفرض أنه فيه مجموعة نزلت إلى الحرم، الآن التقنية قائمة الآن، تقدر ترفع جوالك على أي مكان ثابت يعطيك صحيح. معلومات عنه صحيح. هذا الموجود في السوق الآن. تخيل أنه المكان الثابت هذا يكون أنت مكان متحرك أوكي. وأنا نقطة متحركة، كلنا نحمل تطبيق أرسى، أشبك جوالك مع جوالي في كونكت على باركود، هو ده الجوالات هذه إذا ربطت مع بعض صار عندنا فون تو فون جي بي إس تراكينج، الجي بي إس في كل جوال يصير موصول مع الجهاز الثاني، وهيبين كم عدد المسافة بينهم فين وصلنا. مهما كنت، لو كنت في الرياض بالزبط. أنا أجيبك بالأسهم اللي أنا أوريدي معرف جوالي على جوالك. هنا إحنا نحافظ على سرية المعلومات، سرية المعلومات المستخدمين أكيد. ما تقدر تتابع أي جوال لا. لازم يصير في ربط ممتاز. ولو كان معك طفل أو أحد ما يقدر يستعمل الجوال تربطه بالسوارة كده. أحمد الهاشم إن شاء الله يكون انبسط وصلته الفكرة، ويعطيهم العافية برضو خالد بن الوليد بواشمي عبدو والحاج جمال قاسم، يعطيكم العافية، ومصطفى الضبع وساجدة حكمة، يعطيكم العافية كل مشاركاتكم، أي سؤال تسألوا أسألوا، إحنا هم موجودين هنا. بس عندي سؤال، يعني كنا تحت الهواء بنتكلم ما شاء الله حسنتوا على جوائز جدا كثيرة، بس لو تعطينا كده نبدأ سريعا. أحسنت. إحنا الحمد لله تأهلنا إلى أفضل 50 جائزة إنتركون على مستوى العالم، وحتقام إن شاء الله في الشهر القادم بإذن الله في دبي. وأيضا تأهلنا في مسرعة رواد التقنية، ننافس كثير من المشاريع الناشئة اللي الآن حاضنات التقنية تحاول أنها تقدمها إلى سوق العمل. فالحمد لله أيضا تأهلنا وحزنا على يعني تقديرهم في هذا المجال، ولله الحمد شاركنا أيضا في مؤتمر أو ملتقى الحج والعمرة، واستطعنا كمان أن نصل إلى الكاستمرز اللي هم النهائيين المطوفين، وحصلنا ما شاء الله على عقود معهم للتعامل
أو تطبيق هذا التطبيق إن شاء الله في القريب العاجل. كنت بفكر إيهاب مشكلة الأطفال والضياع في المولات. أنا عجبني فكرة الأولاد ممكن صح؟ أتوقع أنه هذا حيكون يعني فعال بشكل جدا كبير جدا ورائع. بس هل تقنيا لازم أنت تنزل يعني تفعل الموقع بشيء معين؟ طبعا إحنا في جانب مهم جدا، الحج ممارسة لا تطبق في مكان في العالم. صحيح. وعندنا في المناطق المركزية يصل عدد الحجاج لأكثر من 2-3 مليون. والعجيب أنه حركة الحجاج أيضا فيها فلود مختلف، يعني ممكن يكون فيه عوائق. فاستخدمنا الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه المعطيات والبيانات بحيث أنه يعطي نموذج يسهل تتبع والوصول إلى المراد بكل يسر وسهولة. الله يعطيكم العافية. أنا بضيفكم أول شيء كده دخلنا في معمعة الحج ومعمعة الهاتف. تفضل. أشكرك. ومعمعة ما شاء الله الأمور التقنية، ونبغى إن شاء الله نكمل معاكم كده جزء بسيط كمان في هذا المجال، لكن نبغى ناخذ جولة سريعة لانتقالنا للجزء السكني ونرجع لكم بإذن الله. يلا وأنا معايا صحن الشوكولاتة كده حاجلس معك. حرصت المملكة حقيقة على تطوير قطاعها السكني عبر العديد من المبادرات والمشاريع والحلول أيضا وفق أهداف معينة، حيث قامت بدور فعال في تمكين المواطنين من التملك وتوفير نماذج حقيقة متنوعة من الوحدات السكنية ضمن بيئة متكاملة. نتابع هذا التقرير. سعت المملكة العربية السعودية إلى تطوير القطاع السكني لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التمليك وتطوير وتنظيم النشاط العقاري وتشجيع الاستثمار في ذات القطاع، وذلك بإنشاء هيئة خاصة به تحت مسمى الهيئة العامة للعقار، وتنفيذ ما سبق عبر العديد من المشاريع والبرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ومن تلك المشاريع برنامج سكني الذي عمل على توفير 282 ألف منتج سكني متنوع من وحدات سكنية وأراض وتمويل شامل لجميع مناطق المملكة. برنامج إيجار يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار بسن القوانين للمحافظة على حقوق أطراف العملية الإيجارية، إضافة إلى ذلك برنامج البيع على الخارطة وافي وإنشاء المعهد العقاري والتوجه إلى استخدام التقنية الحديثة في البناء. فيصل عندي لك بشارة. خير. انقبلنا في الدعم السكني. عدنا لكم من جديد مشاهدينا. صراحة الجهود جدا جبارة في وزارة الإسكان، يعطيهم ألف عافية. كمان مع التوجه والرؤية صار الموضوع أسهل بكثير، التقديم إلكترونيا، هذه الأمور كلها سهلت حقيقة الوصول للمعلومات، سهلت أن الواحد بيقدر يقدم. إيهاب تذكر الملف الأخضر وتروح تقدم أوراقك وتيجي الورق ضاعت والحبر اختفى من الورق. صحيح. الموضوع كان مرهق، كان ياخذ وقت، كان يمكن موظفين ما يقدروا يطلعوا من دواماتهم ويرجعوا. مشاكل مرة كثيرة انحلت بسبب التقنية والتطور، زي ما يعني بنشوف الآن كل الموضوع صار تقنيا. أكيد. وحقيقة الدولة أصبحت لا تنظر فقط على الجزء العام للشعب، ولكن حتى الأشياء الخاصة، حلم العمر لكل شخص أن يكون له بيت يمتلكه. وبما أننا في احتفالية اليوم الوطني وما شاء الله يكون هناك العديد من اللي حابين يهنوا في اليوم الوطني ويشاركون الاحتفالية، معنا عبر الهاتف الأستاذ راشد التميمي مدير العلاقات العامة والإعلام في سعد الدين. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، كل عام وأنتم والوطن بخير وننعم بأمن وأمان وقيادة رشيدة وحكيمة بإذن الله. بإذن الله. كيف تجد أهمية هذا اليوم عند كل حقيقة مواطن سعودي وكل أيضا محب لهذا البلد؟ الأهمية ذات درجة عالية جدا في هذه المناسبة، اللهم لك الحمد، وربما تكون الأهمية أكبر وحملها أثقل على عاتق
في جانبنا طبعا على هاتف القطاع الخاص من ناحية تأمين مثلا الوظائف، توفير الوظائف، فتح مجالات للأبناء وبنات الوطن للمشاركة في دعم عجلة النمو، وأن يقوم الوطن على أبناء وبجهود أبناء وبناته. الحقيقة هم اللي نشوفه اليوم، يعني صار لنا يومين وثلاثة أيام وبكرة وبعد يعني أسبوع من الاحتفالات، وليس يوم وطني يوم. فاللهم لك الحمد على هذا الأمن وعلى هذه الحكومة وعلى هذا العطاء. الحمد لله. صحيح، أشكرك جزيل الشكر أستاذ راشد التميمي على هذه المداخلة الجميلة. ونعود للأستاذ محمد السلمي الرئيس التنفيذي، والأستاذ علي الغامدي مؤسس تطبيق أرسى للحج والعمرة. نأخذ منكم تهنئة على السريع كذا بمناسبة هذا اليوم. تفضل. أنا حاب حقيقة أني أهني الوالدين على هذا اليوم العظيم والجميل، وأيضا أهني أسرتي وأهني الشعب السعودي على هذا اليوم الأخطر صراحة. يعني إحنا عايشين أمان واطمئنان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم علينا جميعا. أكيد. اللهم لك الحمد. أستاذ علي، وأنا حاب أشكر الحقيقة وزير الاتصالات عبدالله السواحة على الفكرة الرائعة حقت رواد التقنية، حقيقة يستحق الشكر، وحركتها في الأربع مدن سوت ثورة. صحيح. وطلعت مشاريع جديدة وأفكار لا تقل عن تطبيق الحج حق أرسى. أكيد. يعطيكم ألف عافية وسعيدين جدا لتواجدكم معنا، وتطبيق أكثر من رائع، وإن شاء الله من ازدهار إلى آخر. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا لازلنا مستكملين معاكم بقية فقراتنا، لكن الآن رح ننتقل لدولة مصر. خلونا نشوف التهاني من عندهم إن شاء الله. نتعرف عليكم من وين؟ معكم هو إسلام من بني سويف. ما شاء الله أقدع ناس. اليوم الوطني إن شاء الله في السعودية هيكون قريب، حابة تقولي لهم إيه؟ والله حابة أقول لإخواننا المسلمين في السعودية كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الوطني عندكم اللي هو موافق يوم 23 سبتمبر، وتهنئة من أهل بني سويف ولإخواننا المسلمين في السعودية والجميع أحبابنا هناك. حاب تقول إيه في ده اليوم؟ هقول للشعب السعودي ناس كرام وناس محترمة، أهلي ناس أهلنا كلنا، وإحنا مصريين كلنا بسواسية مع بعض، ما فيش حد يعني، كلنا اخوات اخوه وربنا يدوم المحبه والمعروف بيننا، واللي دايما الشعوب ببعضيها يعني، وربنا يوفق الجميع مع بين الشعب المصري والشعب السعودي. اهلا وسهلا فيكم، نحن من سوريا ومنحب كثير الشعب السعودي، وبنقول له كل عام وهن بخير، والملك والشعب السعودي كله بالف خير، ومنهنى الامه الاسلاميه كلها بهالمناسبه ان شاء الله. أنا من السودان، بهني كل الشعب السعودي باليوم العالمي، وأقول له كل عام وأنت بخير، وكل الأمة كل الأمة أمة محمد كلها بخير، والدول كلها العربية إن شاء الله دائما تكون بخير، وأتمنىهم التوفيق والزيادة والحفظ إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للسعودية ألف ألف مبروك عليهم العيد الوطني مالهم، ومش هقدر اقول لك حاجه، الالف مبروك 100 مره هما والملك وكل الاخوه اللي موجودين هناك. اما العيد معروف انت طبعا، فرحه لينا وليكم، يعني فرحه ليكم ولينا. اما السعوديه فطبعا اخوه واكثر من اخوه، لان الشعب معروف، يعني الشعب السعودي شعب مضياف وشعب كريم، نفس الاسلوب اللي موجود عند الشعب المصري. يعني زيارتك للسعوديه حتى لو كانت عمره، ايش انطباعك عنها؟ والله احنا بنشكر الشعب السعودي ان احنا دلوقتي بقينا يد واحده، وبقينا في تكافل ما بيننا وما بينهم، وبنهنيهم بالعيد القومي. وطبعا انا زرت وعملت عمره، ربنا كرمني وعملت العمره، وطبعا التوسعات اللي موجوده دلوقتي لا يعني نشكر الملك عليها، وبنشكر الشعب على ان هو شعب مضياف، وبنهني الشعب بالعيد القومي، وبنهني أنفسنا إن إحنا شعب شقيق. كل سنة وانتم طيبين، وإحنا دايما بنحب بعض، ولازم نبقى إيد واحدة، وإحنا شعب يعني
قمة التفاؤل والسعادة والفرح، فلازم يبقى في حب وسعادة ما بيننا وبين بعض، وربنا يجعل بيننا الحب والألفة ويحفظ السعودية وأهلها ويحفظ مصر وأهلها. همة حتى القمة. دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن. نقول ملكنا الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والله ما قصرتوا ولا بتقصرون، وهذا ديدا وعادت وعشمنا في الحكومة منذ عرفناها والحمد لله. دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن. همة حتى القمة. حتى القمة. فخورين احنا في الوطن وفخورين بإنجازات الوطن وفخورين بكل ما قدمه خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهد الأمير. دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن. أنت يا وطني متفردا بالحب والعطاء. دام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن. أحبك يا باب سلمى. لكل الورى يرى كل شيء بها أخضر ونجد عريض. قلنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذه التهاني الجميلة واللي إن شاء الله راح تستمر معنا إلى نهاية الحلقة وأيضا نهاية التغطية الخاصة بموسم احتفال اليوم الوطني على قناة إقرأ الفضائية، نشكر كل المشاركين على هاشتاج إقرأ تحتفل بالوطن وأيضا على البث المباشر الخاص بالقناة على فيسبوك، وحقيقة كل الشكر لخليل وأيضا يا رب الصبر كاتب السلام عليكم يعطيكم العافية ويا رب الصبر للجميع إن شاء الله، وبرضه عبيد كاتب مشاركة أنه يهنئنا أهنئ جميع السعوديين باليوم الوطني، شكرا يا عبيد يعطيك ألف عافية. بالتأكيد مشاهدينا لازلنا في تغطيتنا لكم لاحتفالات اليوم الوطني، ومعانا في الاستوديو مشرفيننا الأستاذ محمد آل صبيح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون حياك الله معانا، والدكتور عبد الله السلامي رئيس مجلس إدارة النادي الأدب الثقافي في جدة، أهلا وسهلا فيكم حياكم الله معنا. أهلا وسهلا فيكم ومنورينا، وحابين نضيفكم في البداية قبل لا نبدأ كذا هذه أجمل شوكولاتة مناسبة اليوم الوطني. الله يسلمك. كيف أجمل وأنت ما ذقتها لسه؟ جميل من منظرها ومن وجودها ومن مكانها. لا أنا أبشرك أنها أجمل حقيقة. الرولا شكرا بعد اليوم زيادة وزن. رولا برضه أخذت زيادة وزن اليوم. زيادة وزن والله اليوم مسي رولا، احنا من أمس فأكيد هذا. دكتور عبد الله السلامي، اليوم يوم عظيم ويوم جميل، والعديد يعرف أن الاحتفال بهذا اليوم هو من أستطيع أن أقول العادة السنوية التي دائما تحصل، لكن نريد أن نلفت حقيقة، إن لم نلفت في هذا اليوم فمتى نلفت الجمهور والشعب والأفراد والمجتمع بشكل عام عن أهمية هذا اليوم من ناحية ما دلالة هذا اليوم، ما الغاية من هذا اليوم، ما الهدف الذي يمكن أن يكون من هذا اليوم؟ شكرا لك. أولا أنا سعيد جدا أن أكون حاضرا عبر قناتكم وعبر هذه الإطلالة الجميلة عبر قناتنا دائما قناة إقرأ. في البداية اسمح لي أن أوجه التهنية ابتداء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولقيادتنا الرشيدة ولمملكتنا الغالية في كل أصقائها وبكل مكوناتها وتضاريسها المترامية الأطراف، هي اليوم كلها ترتدي الوشاح الأخضر وكلها تردد باسم الوطن لحنا ربما لو كان الأمر بيدها لا ينقطع ولن ينقطع في قلوبها بكل تأكيد، ولو توقفت ألسنتها لأجل تأخذ مسالب الحياة الأخرى. أهني كل مواطن على هذه الأرض بمنجزات تتجاوز أحيانا حدود اليوم. حينما نقول اليوم الوطني هذه الثنائية التعبيرية هي لحظة توقف حقيقي، اليوم بمدلوله اللغوي إن سمحت لي كلمة اليوم هي استغراق لكل الأيام وليس صحيح. فقط يوم الوطن لا يمكن أبدا أن يحصر في لحظة، وأيضا نحن لم نكن في حالة لهاه أو سدود أو غفلة يمر علينا يوم ونبدأ في حالة يقظة نعرف الوطن ونعرف قيمته، بل بالعكس الوطن هو لحظة نمو، هو لحظة تراب، هو عمق تاريخي، هو تاريخ هوية ارتباط. هذا الوطن لو حاولنا أن نتأمله بكل أبعاده نجد أنه يختلف عن أي وطن على 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 هذه البسيطة، لمكونات متعددة، الثرى اللي نضع أقدامنا عليه
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه عليه. القيادة التي تقود هذا الوطن ارتضت بإرادتها أن تكون مسماها خادم الحرمين الشريفين، ولم يكن الملك وإنما قال خادم الحرمين، ويفخر أن يسمي نفسه بهذه التسمية. وخدمة الحرمين الشريفين هي انتماء، هو هوية، هو تاريخ، هو بعد ماضي عميق وعريق وحاضر قوي ومستقبل لا شك أنه لا يمكن أن يحده زمان ولا مكان. هذا البعد لابد أن نستحضره. نحن في يوم الوطن نستحضر هذا العمق، ونستحضر أيضاً اللحظات التي نعيشها. أتصور الآن أن كل شاب وكل فتاة وكل إنسان على هذا الوطن يستحضر هذه الهوية، يستحضر الأمن الذي يعيش، يستحضر الرفاه الذي ينعم به، يستحضر النعمة التي أغدق الله بها على هذا الوطن يتمناها الكل. هذا البعد لليوم الوطني يجب أن لا يقف عند احتفائنا واحتفالنا بيوم الاثنين أو يوم العيد الوطني المحدد بهذا اليوم، وإنما يجب أن يخلق عندنا ويصنع في داخلنا الدفاع عن الوطن، الانتماء الحقيقي صحيح. إليه، الرد على كل من يحاول المساس به، الدعاء لكل من يكافح وينافع عنه بالكلمة بالسنان أو باللسان على أي صعيد من الأصعدة. جميل جدا. إذا لم تتخلق لدينا هذه الأبعاد، فاليوم الوطني أصبح مجرد هو لحظة كما قلت فرائحية وقتية أنية تمر وينفض السامر والكل يعود لحياته ومساربه. تسمح الأستاذ بس لا يعني لضيق الوقت حابة كمان أخذ كده كلمات بسيطة منك أستاذ محمد. تميزت هذه السنة عن السنين الأخرى بعدد من الفعاليات للنادي الأدبي، بس لو تكلمنا عنها بشكل سريع. مثل ما قال أستاذنا الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي، طبعا أنا سعيد تواجدي معه، سعدت بروف وسعيد جدا بتواجدي معكم اليوم. أنا سعيد بوجود بناتنا خلف الكاميرا، وهذا إنجاز وطني ويحسب للمرأة السعودية. مثل ما قال الدكتور، حنا أشهر من علم، حنا خدام الحرم. هذا الوطن يختلف عن أي وطن، وبالتالي يتطلب من كل مواطن سعودي ومن كل مقيم ومن كل منصف، كل من يعيش على هذه الأرض يحترم هذا الوطن صحيح. وهذا الوطن يسكن في وجدان العالم، فله منا كل محبة وكل تقدير. توارثنا من أسلافنا أمجاد، ونعيش حاضرنا المجيد، ومستقبلنا إن شاء الله حيكون أجمل وأجمل. ممتاز. بالنسبة للجزء الخاص ب العلاقات اللي يعني استطرادا بسؤال رولا بين المؤسسات الثقافية وأيضا مواكبتها ودورها في تفعيل هذا اليوم بالمناسبات والفعاليات اللي تقوم بها، نبي ناخذ جولة بسيطة على هذا الموضوع. بلا شك جمعية الثقافة والفنون تعمل وفق استراتيجية، وشكلت مع نادي جدة الأدبي ثنائية جميلة جدا للارتقاء بمشهدنا الثقافي. يمكن عملنا خلال السنتين الماضية في احتفال اليوم الوطني السابق كان لدينا فعاليات جدا كان لها أثر عميق وأثر بالغ، لأن الثقافة في مفهومنا هي الرافعة الحضارية للمجتمعات، بالثقافة نستطيع أن نرتقي. لذلك كان الوسم لهذا العام اليوم الوطني 89 ثقافتنا نهضتنا. النهضة تتحقق بالثقافة، كلما أصبح لدينا مجتمع مثقف كلما استطعنا أن نحقق المنجزات. فهذه السنة كانت برئاسة الدكتور عبد الله وضعنا العديد من البرامج، كان لدينا حزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، معارض في الداخل المقرات وخارج المقرات، ويمكن الدكتور يسلط الضوء على بعض هذه الجوانب. جميل. أنا حابة أسلط الضوء بشكل سريع معك دكتور، كيف تدعم المواهب السعودية؟ صحيح. لا شك أن هذا من أس العمل في المؤسسة الثقافية، سواء النادي الأدبي أو جمعية الثقافة والفنون. مقصدنا من برامجنا هو أن نلتقط المواهب المبدعة الشابة، نحاول أن نكتشف جانب الإبداع فيها، نحاول أن نغذي هذا الجانب وأن نوجه أيضا التوجيه السليم، ونشجع أيضا فيها هذا الجانب. وربما قدر كبير جدا من برامجنا، عندنا برنامج طاقات للمواهب الشابة في النادي الأدبي، مواهب كبيرة جدا وأطفال ربما، وأنا عبركم أدعو الجمهور للحضور غدا لفعاليات عندنا
فقرة تستغرق يمكن أو وضعنا لها زمنا وهو أشبال وطن، سيتحدث فيها الصغار بعفوية الطفولة ولكن بروح الوطن في ذات الوقت، لأنهم بقدر ما رضع من حليب أمه هو أيضا رضع من ثرى هذا الوطن، من هواء هذا الوطن، من منتج هذا الوطن. في كل أحوال هؤلاء نحاول قدر الإمكان أن نحتضنهم سواء في اليوم الوطني أو في خارج فعاليات اليوم الوطني. عندنا برامج على مدار العام تبحث وتنقب عن هذه المواهب الشابة، ونحاول في الجمعية وفي النادي الأدبي أن كما قلت نحفزهم ونتبنى أعمالهم ونشجعهم. ولدينا قائمة كبيرة من البرامج اليوم الوطني، وعندنا برامج مستمرة حقيقة على مدار. حابين نسمع عنها أكثر، بس عندنا أتوقع الآن تهاني من دولة فلسطين، خلونا نطلع نشوفها مع بعض ونرجع نستكمل حديثنا. أنا يوسف أبو هليل من دور الخليل من فلسطين، وأوجه تحية للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وألف تحية لهم بهذه المناسبة. والشعب السعودي الشعب المسلم المرابط، الشعب قدوتنا اللي احنا بنقتدي فيه لأخلاقه ولدينه، وهذه المناسبة السعيدة عندهم إن شاء الله تعم السلام والاطمئنان والرفاهية عندهم كمان. بلد الرسول عليه الصلاة والسلام احنا بنزورها وبنقدسها هذه البلد، وبنحترمها لوجود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيها، وربنا يهدي بالهم والحرمين الموجودات عندهم وخادم الحرمين كمان بنحييه الشيخ سلمان، وحكومة السعودية الحكومة الرشيدة اللي بتقود الشعب العربي كله اليوم للسلام وللاطمئنان وللرفاهية، وربنا يهدي بالنا وبال الجميع ونتعم السلام عندنا كمان في وطننا وفي بلدنا، وتكون مفتوحة البلاد بيننا وبينهم بسلام، وإن شاء الله بقولوا في سكة حديد قطار بدها تربط بيننا وبينهم، وربنا يتمم على خير. بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، نحن كشعب فلسطيني نقدر لها مواقفها على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد الأهم وهو دعم الشعب الفلسطيني ودعم كفاح ونضال الشعب الفلسطيني، كما ونثمن لها دورها في دعم القيادة الفلسطينية في سعيها للانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ونثمن لها دورها الداعم للسلطة الفلسطينية وللقيادة الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني. وكل عام وخادم الحرمين والحكومة والشعب السعودي بألف خير، ونسأل الله التمكين والقوة والنصر للسعودية في مشاريعها لخدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك نتمنى من الله عز وجل أن يمن عليها بوافر الأمن والاستقرار والتنمية، وإن شاء الله تكون كما كانت دوما في خدمة القضايا الإسلامية والقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. يعطيكم العافية إخواننا وأشقائنا في فلسطين حقيقة على هذه التهاني. أستاذ محمد الصباح والدكتور عبد الله السلمي، احنا في ختام اللقاء حابب اخذ جملة نختم بها في هذه الساعة. الوطن أكبر من جملة، ولكن في وطن صحيح. السعادة في مملكة العطاء بمكوناتها الثقافية، نحن في وطن متناغم، لغة الامتنان يجب أن تكون مرتفعة، وثقافة الفرح في هذا اليوم يجب أن تعم الشعب السعودي. نسأل الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين لقيادة هذا الوطن إلى المعالي. دكتور عبد الله السلمي، أبدا أنا في هذا اليوم الوطني في ختام هذا اللقاء الجميل مع قناتنا الجميلة انتهز الفرصة حقيقة لأن أمد جسور الذاكرة والاستحضار لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم أيضا وأن يعودوا لنا سالمين غانمين بإذن الله. فقط أنا أختصر هذا اليوم الذي لا يمكن أبدا اختصاره لأنه ليس يوما وإنما هو أيام وأعوام، في أننا في بلد ماضيه أمجاد
وحاضره ومستقبله أعياد بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ محمد أرصباح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، والدكتور عبد الله السلمي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي عفوا الثقافي في جدة، يعطيكم ألف عافية وشرفتونا بوجودكم. شكرا لكم سعادة بكم. العافية. شكرا لكم مشاهدينا، أكيد لا زلنا مستكملين معاكم بقية فقرات الفاصل بسيط ونجد. أهلا بكم متابعي قناة إقرأ الكرام، نرحب فيكم في هذا اليوم العظيم 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. في مثل هذا اليوم، يوم الوطن صار، أسس دعايم خير نهضة وتشييد عبد العزيز، أسس دعايم بأفكار خلاه للحاضر ومستقبله يزيد. رحم الله الملك عبد العزيز وجزاه عنا خير الجزاء، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. أنا اليوم متواجد في السلام مول، الكل محتفل، الكل ما شاء الله مبسوط، الكل فرحان في هذا اليوم العظيم، وبإذن الله عندنا مشاركات وهدايا. معنا هنا الشباب ما شاء الله، الأطفال محتفلين ولابسين الزي الأخضر الزي السعودي ومبسوطين. أنا أبغى أعطيكم سؤال، واللي جاوب عليه يأخذ معنا هدية. السؤال: كم مر على توحيد المملكة العربية السعودية؟ يلا اللي يعرف يرفع يده. ها، 89. 89. عرفنا باسمك. عمر. يستاهل، إجابته صحيحة وإن شاء الله يكسب معانا الهدية. خلينا نختار إيش تختار من هذه المظاريف وتأخذ هديتك. يلا يلا، ممتاز، افتح المظروف وشوف إيش الهدية اللي فيه. ما شاء الله يا عمر. طبعا هدية عمر عبارة عن مطعم أو وجبة ب 250 ريال من مطعم هولي باليوم الوطني السعودي بالتعاون مع قناة إقرأ. هذه هي الجائزة، ونشكر مطعم هولي على هذه الجائزة. يستاهل عمر، وألف مبروك. هل في فرق بين السعودية قبل مثلا 30 سنة عهدكم يوم كنتوا شباب والآن؟ هل تشوف في فرق كبير مثلا؟ في فرق كبير والحمد لله، والفرق واضح يعلمه الصغير والكبير. الله يعطيك العافية والد، ونهنيك أيضا احنا باليوم الوطني، ونقدم لك هدية طبعا بهذه المناسبة، بس نبغاك تختار ايش الهدية اللي ممكن تأخذها. يلا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تستاهل، ما شاء الله. هديتك هي دعوة لشخصين مقدمة من فندق سويس أوتيل المقام في مكة المكرمة. يستاهل ما شاء الله، تستاهل تستاهل يا والد، والله يعطيك العافية. شكرا لك. متى يوافق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟ 27 سبتمبر. 27 سبتمبر. نشوف الأخت جدان. يلا، 23 سبتمبر. 23 سبتمبر إجابتها صحيحة، وتكسب الهدية معانا. تختاري الهدية طبعا كوبون 100 ريال، شكرا لمطعم فخارة واجرة، وشكرا لك وألف مبروك أخت جدان. دام الله علينا الأمن والأمان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وينصرهم جميعا، وينصر أخواننا وأولادنا في الحد الجنوبي. الله يعطيك العافية يا عم حمدان. طيب، نبغى نعطيك هدية. نشكر مطعم هولي طبعا قيمة كومون ب 250 ريال، وألف مبروك، تستاهل وشكرا لك. لانا وريمة يستاهلوا، لانا وريمة الهدية بدون حتى سؤال، تستاهلوا الهدية. يلا افتحيها واعطينا ايش فيها. يستاهلوا الهدايا طبعا، أبناء أحد أبطال الحد الجنوبي يستاهلوا الهدية. يلا، ما شاء الله يا لانا، طبعا من مطعم فيش ماركت 250 ريال. شكرا لمطعم فيش ماركت، وشكرا لك، وتستاهلوا، ألف مبروك. كل عام والجميع بخير. كنت معكم من جدة أحمد الشبيلي، اقرأ. لكل الورى يرى كل شيء بها أخضر، ونجد عرين أسود الشرى، ستبقى لمجد العدى. أنا أرض الشموخ الراسية، أشرقت شمس النهار، نورها مجد وفخار، وبلادنا صارت منار، تجل لكل الديار، تجل لكل الديار، تجل لكل الديار، حي الديار الغالية، حي السعودية. عودة لكم من جديد مشاهدين، ولازلنا مستكملين
فقراتنا للاحتفالات باليوم الوطني 89، وأكيد عشان تكمل فرحتنا لازم ناخذ بعض الأبيات الشعرية معنا في الاستوديو. مشرفنا الأستاذ أضياء أخوجة، أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. يا أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. الله يعطيك العافية. دائما يعني الشعراء بيتغنوا باليوم الوطني وبالاحتفالات الوطنية وهذه المناسبات، فحابين نعرف منك يعني كل سنة كده كان عندك زي بيقولوا يعني بتطلع بشيء بشعر أو بتحب أنك أنت تلقي شعر لأحد الشعراء، فقل لنا إيش كان معك؟ والله صحيح، طبعا مهمة الشاعر في كتابة النص الوطني شيء مهم جدا. يعني أنا أشوف في شعراء كثير يعني يمكن تجهل الغزل وينسوا الوطني. الوطني شيء جميل جدا الواحد يكتب فيه. طبعا الوطن ممكن يتغزل بالوطن طبعا، يعني في احيانا مثلا صح ممكن يتغزل في الوطن. انا في الحقيقه انا بدات يعني يمكن في بدايتي في قصائد، يعني مع القصائد الغزليه باعمال وطنيه، يعني كان من بدايه الاعمال الوطنيه غنى لي مثلا الفنان علي عبد الكريم، الفنان برضو راشد الماجد. شيء جميل والله انه ايش انه الشاعر يكتب في الوطن، وطبعا هذه مشاعر متجدده في كل عام في الايام الوطنيه او في المناسبات الوطنيه، او زي مثلا يعني بلدنا لما تتعرض لاحداث زي ما الان في الحد الجنوبي، وهذه تحيه وربي ينصرهم جنودنا في الحد الجنوبي، فلازم يعني الشاعر يهتم بصراحه دائما في الكتابه عن الوطن. ممتاز، ما نبغى نستفرط عاد، احنا بدل ما نجلس انا ورولا نستمتع ان شاء الله. ايش حاب ان احنا نسمع؟ هيكون عندنا ان شاء الله قصيدتين في دي الفتره. طيب. هناخذ واحده الان بعدين نطلع ويندو ان شاء الله. طيب اوكي، حقول هذه من اول القصائد الوطنيه اللي كتبتها، اسمها اطهر ارض، وتقول نعادي من يعاديك يا اطهر ارض، ونفديك بمال ودم بسلم وحرب، وتخفق رايتك تعلن عن التوحيد، تدومي راية الإسلام حماك الرب، ملكنا خادم الحرمين ولي الأمر، يعلي ساس أمجادك بعزم وحب، وبيك الأمن ضللنا وصان العرض، وشرع الله منهجنا منار ودرب، بيت الله وضع للناس في مكة، ومن طيبة دعا للخير رسول الرب، وفيك أنزل القرآن من الرحمن، هداية ونور للدنيا في شرق وغرب، من حاربك حاربنا في جو وأرض، وعنك دافع وضحى جميع الشعب، ومن زارك يعيش بخير في ديارك، ولما يغادرك يشتاق فراقك صعب. يعطيك العافية أستاذ ضياء، يعني الكلمات تعجز عن الوصف. الله يسلمك. في هذه الأيام خلينا نقول الكل فرحان، الكل سعيد، الكل بيعبر بطريقته، الشاعر بيقول الشعر، الطفل بيغني أنشودة، يعني المشاعر كلها واحدة، لكن يمكن طريقة التعبير هي اللي تفرق. صحيح، وكل واحد بيعبر بطريقته زي ما تفضلتي. صحيح. طيب خلال يعني السنوات هذه الطويلة في كتابة الشعر والإلقاء، بالنسبة لك مين يعتبر المدرسة اللي تعلمت منها؟ والله في اللي تعلمت فيه شعراء كثير، طبعا الأمير الراحل محمد عبد الله الفيصل، والراحل برضو الشاعر إبراهيم خفاجي، والشاعرة ثريا قابل، يعني دول من أكثر شعراء تأثرت بأسلوبهم كثير. ممتاز، أنا بضيفك ليك في الشوكولاتة ولا الكاكاو؟ نأخذ اللي الشوكولاتة. يلا طيب. الله يسلمك. إن شاء الله إحنا هناخد قصيدة ثانية. لكن قبل أن نأخذها إن شاء الله عندنا ويندو زميلنا أحمد الشبيلي، متواجد في أحد الأماكن الترفيهية الموجودة في مدينة جدة، يطلعنا كده بإيش أهم أو الأحداث اللي سايرة هناك عنده، وكيف الأوضاع وأجواء الفعاليات الخاصة باليوم الوطني مع أحمد الشبيلي. أهلا بكم متابعي قناة إقرأ الكرام، نرحب فيكم في هذا اليوم العظيم 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. في مثل هذا اليوم، يوم الوطن، صار أسس دعايم خير نهضة وتشييد عبد العزيز، أسس دعايمه بأفكار خلاه للحاضر ومستقبله يزيد. رحم الله الملك عبد العزيز وجزاه عنا خير الجزاء، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. أنا اليوم متواجد في السلام مول، الكل محتفل، الكل ما شاء الله مبسوط، الكل فرحان في هذا اليوم العظيم، وبإذن الله عندنا مشاركات وهدايا. معنا هنا الشباب ما شاء الله، الأطفال محتفلين ولابسين الزي الأخضر الزي السعودي ومبسوطين. أنا أبغى أعطيكم سؤال، واللي جاوب عليه يأخذ معنا هدية. السؤال: كم مر على توحيد المملكة العربية السعودية؟ يلا اللي يعرف يرفع يده.
89. عرفنا باسمك. عمر. يستاهل إجابته صحيحة وإن شاء الله يكسب معانا الهدية. خلينا نختار إيش تختار من هذه المظاريف وتأخذ هديتك. يلا يلا ممتاز، افتح المظروف وشوف إيش الهدية اللي فيه. ما شاء الله يا عمر. طبعا هدية عمر عبارة عن مطعم أو وجبة ب 250 ريال من مطعم هولي باليوم الوطني السعودي بالتعاون مع قناة إقرأ. هذه هي الجائزة، ونشكر مطعم هولي على هذه الجائزة. يستاهل عمر وألف مبروك. هل في فرق بين السعودية قبل مثلا 30 سنة عهدكم يوم كنتوا شباب والآن؟ هل تشوف في فرق كبير مثلا؟ في فرق كبير والحمد لله، والفرق واضح يعلمه الصغير والكبير. الله يعطيك العافية والد، ونهنيك أيضا احنا باليوم الوطني، ونقدم لك هدية طبعا بهذه المناسبة، بس نبغاك تختار ايش الهدية اللي ممكن تأخذها. يلا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تستاهل، ما شاء الله. هديتك هي دعوة لشخصين مقدمة من فندق سويس أوتيل المقام في مكة المكرمة. يستاهل ما شاء الله، تستاهل تستاهل يا والد، والله يعطيك العافية. شكرا لك. متى يوافق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟ 27 سبتمبر. 27 سبتمبر. نشوف الأخت جدان. يلا 23 سبتمبر. 23 سبتمبر إجابتها صحيحة، وتكسب الهدية معانا. تختاري الهدية طبعا كوبون بمئة ريال، شكرا لمطعم فخارة وجرة، وشكرا لك وألف مبروك أخت جدان. دام الله علينا الأمن والأمان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وينصرهم جميعا، وينصر أخواننا وأولادنا في الحد الجنوبي. الله يعطيك العافية يا عم حمدان. طيب نبغى نعطيك هدية. نشكر مطعم هولي طبعا قيمة كومون ب 250 ريال وألف مبروك، تستاهل وشكرا لك. لانا وريما يستاهلوا، لانا وريما الهدية بدون حتى سؤال، تستاهلوا الهدية. يلا افتحيها واعطينا ايش فيها. يستاهلوا الهدايا طبعا، أبناء أحد أبطال الحد الجنوبي يستاهلوا الهدية. يلا ما شاء الله يا لانا، طبعا من مطعم فيش ماركت 250 ريال. شكرا لمطعم فيش ماركت، وشكرا لك، وتستاهلوا ألف مبروك. كل عام والجميع بخير. كنت معكم من جدة أحمد الشبيلي، اقرأ. لكل الورى يرى كل شيء بها أخضر ونجد عرين. شكرا لزميلنا أحمد على هذه التغطية، حقيقة يعني هو اللي بيوصل لنا كل المشاعر الجميلة هذه والاحتفالات والسعادة الأطفال بهذا اليوم. نعود للاستوديو مع ضيفنا أستاذ ضياء خوجة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلا بيك، وحابين كذا نختم بقصيدة نهائية. إحنا بقينا بالضبط 3 دقائق، أقل من 3 دقائق. طيب. نختم بقصيدة كذا نسمعها. أوكي. قصيدة هذه عنوانها بلادي، غناها الفنان راشد الماجد. تقول: بلادي منبع الإسلام ورب البيت يحميها، بلادي منبع الإسلام ورب البيت يحميها، ملكها خادم الحرمين وكل الشعب يفديها. بلادي قدرها عالي وما أطهر أراضيها، أمان ونور يعمرها في حاضرها وماضيها، ومكة عزها الرحمن وحنا دوم نغليها. وبارك ربي في طيبة ورسول الله سكن فيها. بلادي غالية عندي وما أقدر أوفيها، وبدو الله ما أرضى أحد في الكون يؤذيها. أحب كل من يحب بلدي، أحب كل من يحب بلدي، وعادي مين يعاديها. وحارب من طمع فيها، بروحي ودمي أفديها. وبلادي منبع الإسلام ورب البيت يحميها، ملكها خادم الحرمين وكل الشعب يفديها. سلام سلام الله، يعطيك العافية بهذه الكلمات الجميلة. حقيقة هنختم حلقتنا لهذا اليوم. نشكرك جزيل الشكر الشاعر الغنائي ضياء خواجة، وما شاء الله أنت معنا في كل يوم وطني تحلي على الحلى حق التغطية. الله يعطيك العافية بالكلمات والأبيات الجميلة. بالتأكيد مشاهدين، وصلنا معاكم لختام حلقتنا، حيث تأتي الذكرى 89 ليوم الوطني الأغر، ونحن نعيش نقلة حضارية شاملة تواكب معطيات العصر وتتوج سيرة البناء الحافلة بالإنجازات العملاقة، وتفتح أمامنا أفاق المستقبل بما يحقق رؤية 2030. بالفعل، ولا شك أن احتفاءنا بيوم الوطن يتفاعل مع الكثير من المنطلقات المتجددة التي تشهدها بلادنا الحبيبة، ويعيش أبناء الوطن مع ذكرى يوم سجله التاريخ بأحرف من نور، ذلك اليوم الخالد في وجدان كل مواطن، يوم أن وحد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه أرجاء الوطن
وأسس المملكة العربية السعودية مستعيناً بالله مسترشداً بكتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. 89 عاماً مضت على هذا الحدث التاريخي المحفور في قلوبنا والخالد في ذاكرتنا. 89 عاماً حفلت بالجهد والعرق والعطاء غير المحدود ليعلو البنيان ويشمخ الكيان، حيث غدت المملكة العربية السعودية واحدة من دول العالم المتقدم التي يشار إليها بالبنان كنموذج مشرق لمواجهة التحديات وتجاوز كل عناصر القياس الزمني وتخطي كل عوامل المقارنة. والمملكة العربية السعودية لها ثقل إسلامي وسياسي ونبض قلب العالم الاقتصادي، حيث نهنئ الوطن بهذا اليوم الكبير بما يحقق رؤية 2030 في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وفي ثقرى هذا اليوم يومنا الوطني المجيد نهنئ أنفسنا بهذه المناسبة التاريخية بوطن آمن رائع جميل يديره قيادة حكيمة هدفها إعمار الأرض ونشر الخير والسلام. ما زالت تغطيتنا مستمرة حتى الساعة 2 صباحا، ولكن أنا ورولا وصلنا بكم إلى نهاية المطاف في حلقتنا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الريادة، الله أكبر، كل الألوان تنحني للون الأخضر. أنا 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 عندي مهمة، ألا 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 وهي القمة. المكان والمكانة ينفرد بها السعودي، في السماء كالصخور على البر كالأسود. نحن كلنا سعودي على مرأم الشهود، نحن الهمة حتى القمة والمهمة أن تسود. يا موطني نفخر بعشقك وانت سكننا، ونهيب في حبك وندفع عمرنا كله، ونجود بالهمة لجل ما تكون في القمة. فوق السحايب مكانك يا سعودي. الأمم كالمراكب المراكب، السعودية مجرة من كواكب من كواكب. ننفرد من ورائنا المواكب المواكب، من يقارع السعودي من يواكب. صح لسانك، حيو ارحب مرحب ألف يا تراحيب المطر. من أعماق القلب الأخضر يا سعودي درب الخضر. يا بويك يا بويك يا بويك، غير الخدمة ما طقينا لخبر. فوق السحايب مكانك.